الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الكرام الأفاضل والمشايخ جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه المحاضرة تأتي بيانا للحق للناس، خاصة وقد استغل هذا الفكر الخبيث الكفري أوضاع بلاد السودان في أن ينتشر بين أوساط الشباب، وخاصة الذين صغرت أسنانهم، والذين لأمور ما قرأوا وما علموا حقيقة هذا الكفر أو الفكر. وقد قال القائل: من الدين كشف الشر عن كل كاذب، وكل بدعي أتى بالعجائب، ولولا رجال مؤمنون بربهم لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم من حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وجعل له من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه، وإنه ستخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فنحن أخواننا دارين نبين للشباب عموما، شباب الأمة الإسلامية، الذي يرجى منه أن ينصر الدين لا أن ينصر العلمانية، وأن ينصر الإسلام لا أن ينصر الكفر. نريد أن نبين له حقيقة هذا الفكر الذي هو العلمانية والإلحاد من خلال كتبه هو، ومن خلال مؤلفات رؤسائه. وأنا إن شاء الله سأركز على الرؤوس الكبار الألفوا يعني، وخاصة عندنا في السودان. وقد ذكر الشيخ علي همت مسائل كثيرة، وأنا لا أتقيد بشيء معين، لكن أعلق تعليقا لعله يربط الموضوع في أذهان من يستمع إلى هذا الكلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وأن يجعلنا هداة مهديين، وأن يهدي بنا. وليس لنا في هذا الأمر وفي بيان هذا الأمر إلا أننا نريد الخير للناس، ولأن خيرية هذه الأمة ما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولأن أخواننا الفكر ده ما داير الخير للناس، عشان ما تسمع إنه نحن دايرين للناس الخير وإلى آخر من الدعوات. الفكر ده أصلا جاء لحرب الدين وحرب الإسلام. من تعريف الزكرولك كلمة علمانية؟ الناس النجراء، يعني أنت يا محمد يوسف، أو أنت يا الصادق المهدي، أو أنت يا مين بوشي ولا ديك أوبجكتيف، ما أنتوا اللي بتعرفوا المصطلح. اللي بيعرفوا المصطلح أسيادوا. أسيادوا قالوا معنى هذه الكلمة دنيوي أو لا ديني، أو كما عرفتها دائرة المعارف البريطانية، هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بشؤون الدنيا إلى الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. يقول لك حدنا معاك سياسة واقتصاد، أكل وشراب، تعليم إلى آخر، لكن ما عندنا لك جواب لأسئلة من أين جئنا وما هو مصيرنا، ما عندهم لك جواب. وأصلاً اخترع هذا الفكر لضرب الدين والإسلام. عشان كده يا أخواننا نحن بنذكر لك الكلام ونوريك حقيقة هذا الفكر. والكلام ده ما قال الليلة ولا امبارح، صح، هذه الأحداث فجرت
هذه الأفكار ونشرتها وصارت في متناول المجتمع. لكن هم أصلاً الكلام ده بقولوه في الجامعات خاصة من سنوات طويلة جداً، عرفتها؟ فلا بد تعرف أول حاجة إنه العلمانية معناها الكفر، ومعناها حاجة ما عندها أي علاقة بالله، وحاجة ما عندها أي علاقة بالدين، بل هي ضد الدين، أنتي ريليجيوس، عرفتها؟ حاجة ضد الدين عديد. وبيجيك الكلام من كتبهم ذاتها، عمك ماركوس قاعد، وعمك لينين قاعد، وصادق المهدي قاعد، وعندنا لك حاجات عجيبة. وأنا داير من الناس يسمعوا الكلام ده، صح فيه كلام كفر وإلحاد لأبعد الدرجات، وفيه كلام فسق وفحش لأبعد الدرجات. زول يقول لك طيب بتقولوا ليه؟ لأن ناقل الفسق لا يفسق وناقل الكفر لا يكفر، وقد نقل الله عز وجل في القرآن فعل قوم لوط، عشان شنو؟ حذر منه الناس، عرفتها؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، وقد ذكر الشيخ أخونا علي همد أسباب نشأة العلمانية. أنا بذكر من أقوى الأسباب وأهم الأسباب، وبعد ذاك نخش لجوا، عشان ما في واحد علماني يجي يقول لي لا برضو زي ما هناك هنا، لا ما زي ما هناك. من أقوى الأسباب إنه الدين بتاعهم محرف، ده الإنجيل هذا ليه حصل؟ شفتوا يا ذاك اسمه منو بتاع الحركة الشعبية؟ يوسف، مش؟ وذاك ماشي للحاجات ديك، الحاجات الجاياك بعد شوية أصبر لها، بس ده ماشي ليها، ما ماشي لمنهج، ما ماشي لدين، ده الإنجيل بتاعهم، ده الإنجيل. وده كان 2009 في معرض للكتاب المقدس زمن الجبهجية، فتحوا للناس، عرفتها؟ المهم لقينا واحد بينشر نصراني، ولقينا في واحد شعبي قال بيناقش فوقه، شعبي مزرور. دخلنا جوا ناقشناه وقلنا له كتابك محرف، فيه وسائل الأنبياء وفيه كلام ما بيتقري، واوا بعد شوية داني الكتاب وطردني، قلت له دي كده وسيغة عليك، عرفتها؟ الكلام ده كان تقريبا الساعة 10:30 تقريبا. المهم طيب، هنا كتاب ده محرف، ده ما كلام الله، عشان كده قامت النصرانية. طيب عندك في الإنجيل بتاعهم، الكتاب المقدس بتاعهم، طبعا مكون من التوراة والإنجيل والزبور فيما يزعمون، وده ما كلام الله، ربنا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. هنا هل ممكن يكون كلام الله إنه فيه أشرف وخيرة من اختارهم الله بيزنوا وبيشربوا الخمر؟ ده قاعد في الإنجيل قال لك الأنبياء بيشربوا بيزنوا بيشربوا الخمر وبيزنوا بالمحارم كمان، ده في الإنجيل. تجي تقول الكلام ده في القرآن فيه يا شيوعي أو يا حركة شعبية أو يا علماني؟ هنا قال وصعد لوط من صعر، ده سفر التكوين، السفر زي الجزو، الإصحاح 19، قال وصعد لوط من صعر وأقام في الجبل هو وابنتاه معه إذ خاف أن يقيم في صعر، فقالت الكبرى للصغرى إن أبانا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا على عادة الأرض كلها. قال فيما يزعمون إنه ابنتي لوط عليه السلام، قال والله يا أبونا ده بقى كبير، والرجال تتكملوا تعالوا نشرب أبونا خمر ونزني بيه عشان الإنسانية ما تموت، وده كلام باطل ما عنده أي إسناد ولا عنده علاقة بأنبياء، ده نجر واحد اسمه بولس مجرم يهودي كذاب. وأصلا العلمانية دي نجرها اليهود، شعار الإخاء والحرية والمساواة. طيب قال تعالي نسقي أبانا خمرا ونضاجعه ونقيم من أبينا نسلا. قال فسقتا أباهما خمرا تلك الليلة، وجاءت الكبرى فضاجعت أباها ولم يعلم بنيامها ولا قيامها. قال فلما كانت الغد قالت الكبرى للصغرى ها أنا ذا ضاجعت أمس أبي فلنسقي خمرا الليلة أيضا، وتعالي أنت فضاجعيه لنقيم من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا تلك الليلة أيضا، وقامت الصغرى فضاجعته ولم يعلم بنيامها ولا قيامها، فحملت ابنتا لوط من أبيهما وولدت الكبرى ابنا وسمته مؤاب وهو أبو المؤابيين إلى اليوم، والصغرى أيضا ولدت ابنا وسمته بنعمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم. ده كلام لله، ده محرف. نمرة 2 في سفر التكوين،
قال لك يعقوب يتصارع مع الله. ده كتاب بيكون مقدس؟ ده القدس منه؟ لأنه في مسألة خطيرة بعدين بجيبها لك، يقول لك نحن نحترم كافة الأديان وكريم المعتقدات. أنا الساويني بالبعبد الجقر يا شيوعي يا ملحد؟ كويس. قال هنا قال وبقي يعقوب وحده فصارعه رجل إلى مطلع الفجر وقام ربطه وقال له فكني، وإنت ليه ما أديتني النبوة زي ما أديت أخوي؟ قال له خلاص إذا فكيتني بديك النبوة. طيب أنت ما بقيت الله وكت أنت ربطت الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لغاية ما قال وسمى يعقوب الموضع فنؤيل قائلا إني رأيت الله وجها إلى وجه ونجت نفسي. طيب سفر نشيد الأنشاد ده وزعوا في جنوب أفريقيا في سنة من السنين، حاربته حكومة جنوب أفريقيا النصرانية الكافرة باعتباره كتابا يدعو إلى الجنس. أديكم منه ما أنا قبل قلت لك القرآن نقل الكلام. طيب هنا الفصل الثالث من البداية، بعدين أقول بعدين شوف الكلام كيف. الناس الحرفوا الإنجيل قالوا لا يقرأ نشيد الأناشيد إلا القليل من المؤمنين لأنه لا يلائمه. شو قول ده خطر جدا، أنت لو ما مؤمن لو بقيت صوف في النصرانية هنايش يعني شغلتك جايطة ما بتقدر على السفر ده، عرفتها؟ لابد تكون مؤمن جد حتى تقرأ ونشوف فيه شنو. طيب ده ما بيخلي علمانية تقوم، بيخلي هل في الإسلام دعوة للزنا؟ دعوة ليه؟ مش لتحريم الزنا، لتحريم الأسباب المفضية إلى الزنا وترغيب إلى الزواج وترغيب الشباب في الزواج إلى آخر من الأسباب التي فيها المنفعة للإنسانية عامة وللمسلمين خاصة. طيب قال الفصل الأول قال ليقبلني بقبل فيه فإن حبك أطيب من الخمر، قال اجذبني وراك فنجري قد أدخلني الملك. طبعا كلام ذاته ما لأنه محرف، ما كلام ذاته ما بتعرف نجر من ذاته، عرفته؟ قال فنبتهج بك ونفرح ذاكرين حبك الذي هو أطيب من الخمر إن المستقيمين يحبونك. ديل المستقيمين بتاعنا النصارى بحبوا المريسة ومال الرمتالة بتاعنهم يسوي شنو؟ لسه ماشي قدام. أنا بقرأ لك في كتابه، ما ممكن تساوي كلام ربنا والقرآن الدين الحق تساوي بالمناهج الباطلة، ما ممكن يا علمانية مجرم يا ملحد. نحن دارين نحذر الشباب، لابد تعرف إنه الناس ديل قضيتهم ما في أكل وشراب إلى آخر، الناس ديل موضوع في الدين بتاعنا ده. طيب الفصل الثالث قال في الليالي على مضجعي التمست من تحبه نفسي، التمسته فما وجدته، أنهض وأطوف في المدينة في الشوارع وفي الساحات ألتمس من تحبه نفسي. دي أوبجكتيف شكلها لسا اثنين بالليل. المهم قال إني ألتمسه فما وجدته، لغاية ما الفصل الرابع كلام شين جدا لابد نقرأه. قال جميلة أنت يا خليلتي، جميلة أنت وعيناك كحمامتين من وراء نقابك. طبعا النقاب عند النصارى في لكن هم مجرمين. المهم قال وشعرك كقطيع معز يبدو من جبل جلعاد، أسنانك شوف خلينا ما أسنانك كقطيع مجزوز قد طلع من الاغتسال كل واحد منه متيم وما فيه عاقر، شفتاك كصنط من القرمز ونطقك عذب، خداك كفلقة من وراء نقابك، عنقك كبرج داود المبني للسلاح الذي علق فيه ألف مجن جميع تروس الجبابرة. أنا ما بقدر أنزل تحت والله، والبقدر ينزل تحت تعال أقرأ، لو بتقدر تنزل تحت تعال أقرأ، ده نزل حتة حتة، عرفتها؟ ده كلام الله، عرفتها؟ فده كتاب محرف، ده ما كلام الله. دي نمرة واحد. نمرة اثنين الزول النصراني جد دينه ذاته قال له أبقى علماني. هذا الكلام اللي قالوا لك شيخ علي همت، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. إنجيل قال ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا، قال الإصحاح 20 العدد ده زي الآية عندنا 25، فقال لهم أوفوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وده أعظم الأسباب إنه الدين النصراني محرف، عشان كده قامت شنو أخواننا؟ قامت العلمانية، عرفتها؟
القرآن ربنا تحدى به والعرب والعجم وغيره، كتاب ناصع، كتاب ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في أي أمر، في العقيدة، في الشرائع، في العبادات، في إصلاح المجتمعات، في غيره. ربنا قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طيب معلش يا أخواننا حنمشي سريع شوية. طيب ده المقطع الأول، المسألة الأولى. المسألة الثانية وذكر الشيخ علي همت في مسألة الحريات، وطبعا حريات العلمانيين ما عندهم، حريات العلمانيين ما عندهم، لأنه لو كان عندهم حريات ما كان الزول اللي بيجي خاشي ساحة الاعتصام إلا يبقى منهم حتى بعد ذاك يتكلم. مفروض تفتح شنو؟ تفتح الساحة، الناس كلها تتكلم. أنت لو مشيت تتكلم يدقوك ويفتشوك، عرفت؟ ويرموك إنك كوز وكاك وجدادة و إلى آخر، ده كله عشان يعموا ويطمسوا بصيرة من ظن فيهم الخير وخدع بهم حتى لا يعرف الحقائق، وبتتكشف الحقائق، عرفتها؟ طيب فمن العقائد بتاعت العلمانيين ديل أنا بذكرها بالشبهات بتاعتها سريعا إن شاء الله. منا حرية العقيدة، المراد منها سريعا إخراج المسلمين عن دينهم. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون جنو سواء. نمرة اثنين هدم عقيدة الولاء والبراء. حرية يقول لك ما في ولاء وجنو، وبراء يقول لك أنت وأنا وحدودك إلى آخر. ثلاثة الرفع من قيمة دين العلمانية الوضعي الباطل إلى مصاف دين الإسلام الحق الذي رضيه الله لعباده، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شوف نحن في الدين أوعى يجيك شك. العلمانيين عندهم كلام يقول لك ما أنا عليه صواب يحتمل الخطأ، وما أنت عليه خطأ يحتمل الصواب، نحن الصواب بس، الدين الإسلامي ده الصواب. علمانية باطل، عرفت؟ شيوعية باطل، إخوانية باطل، كله باطل. طيب قال برضو الحط من منزلة الإسلام وجعله دينا منبوذا ومهمشا في حياة الناس، مهمته التبرك وقراءة القرآن في يعني فواتح الحفلات إلى آخر. نشر العقائد الباطلة والشبه المشككة للمسلمين في دينهم من غير أن يتعرض لهم أحد بالعقوبة، وبذلك أنكروا حد الردة. إن شاء الله المسائل دي سيأتينا بعضها إن شاء الله. طيب جيب مقطع للغنوش لأنه ديل الأصل للعلمانين، ده رئيس الأخوان المسلمين بتونس وديل تدخلونا في المحاضرات دي، كنا في غنى عنها، عرفته؟ دخلتنا في ورطة بقينا ما قادرين نمرق منها ذاته. جيب الغنوش. نحن لا نعتبر أن من مهمة الدولة أن تفرض الإسلام، ليس من مهمة الدولة أن تفرض أي نمط معين على المجتمع. مهمة الدولة تحفظ الأمن العام، تحفظ العدل، تقدم الخدمات للناس. أما الناس تصلي ما تصليش، تتحجب ما تتحجبش، تسكر ما تسكرش، هذا متروك للناس. لكن الإسلام عرفه رجلان مهمان معاصران في الحركة الإسلامية اللي هما سيد قطب رحمه الله وأبو العلاء المودودي، عرفاه بأنه ثورة تحريرية شاملة. وفي أما يتناقض كلامك مع وفي سورة الأعراف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال، يضع عنهم يكسر. مهمة النبوة، مهمة الرسالة تحرير البشر من الاستعباد ومن القهر ومن ضغوط المال ورأس المال وضغوط وكل ضغوط تحرم الإنسان من حريته. طيب أول حاجة الغنوشي قال ما مهمة الدولة إنه تسكر ما تسكرش، مش قال كده؟ تصلي ما تصليش، تاني كم حاجة كده، عرفتها؟ ربنا قال الذين إن مكناهم في الأرض، والله يا أخواننا النازل كانوا بيجيبوا القرآن دي لا يا مش بس نعارضة بس. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا شنو؟ أقاموا الصلاة، ما تصليش تصليش جوا عينك، عرفتها؟ ربنا قال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عشان ما تشرب الخمر. وليه مركزين انتوا على عدم الصلاة والمريزة؟ لأنه ربنا عز وجل قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، دي مربوطة مع بعض فسوف يلقون غيا. قام استدل بآية على انه تخليهم
يشرب مريسا ما يصلوا كله. قال ويضع عنهم إصرهم مع صر كمان والأغلال التي كانت عليهم. طيب معناه شنو الآية دي؟ العلماء قالوا الأغلال والإصر اللي كان عليهم هو التشديد من ربنا عليهم بما كسبت أيديهم اليهود. فربنا عز وجل مثلا دي من الذكر البغوي رحمه الله في سورة البقرة، ربنا قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم عملوا جنو فاقتلوا أنفسكم. ده من الأغلال الوضع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأغلال إنه زول لو عاين للحرام يشيل عين ويقلع. فجاء الإسلام بالتوبة، تتوب، شوف الإسلام ده دين سمح كيف، عرفتها. ومن الأغلال إنه ربنا حرم عليهم أمور من الطعام والطيبات، ربنا قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. السبب شنو؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، عرفتها. طيب من الشبهات اللي بيستدلوا بها في الموضوع ده، دي الآية، الآية فهمهم لا الخاطئ، يقول لك من شاف ليؤمن ومن شاف ليكفر. أفتح أي كتاب تفسير قال هذه الآية للتهديد. ربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، السور بتاع أحاط بهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كعكر الزيت يشوي الوجوه إذا قربت الماء لتشرب منه بئس الشراب والساءت مرتفقا. تجي تقول لي دي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر زي ما قال الصادق المهدي، عرفته. برضو قاموا يستدلوا لكم دينكم ولي دين. المفسرين برضو قالوا الآية دي والسورة نزلت في البراءة من الكفار لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعبد إلهنا عام ونعبد إلهك عام، ولكم دينكم ولي دين أي ديني الإسلام ودينكم الكفر. فنحن بنزلك يا علماني، نحن ديننا الإسلام، أنت دينك شنو؟ تحكم على روحك براك تبقى داعش. طيب برضو من مما يستدلون به، عرفته، لا إكراه في الدين. بعض مرات العلماني بيأخذ بكية، لا إكراه في الدين، سبب نزول جنو إنه الأنصار قبل الإسلام كان عندهم أولادهم قالوا لهم شو أبقوا يهود لأنه ده أحسن دين موجود في الوطن اليوم. لما جاء الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أجل اليهود دارين يرجعوا أولادهم للإسلام، فربنا قال لهم لا إكراه في الدين، مش للزول المسلم يبقى كافر وأصلا بر الدين، ما تكرهوا على الدين. العلماء قالوا وهذه الآية كما قال بعض العلماء في حق أهل الكتاب أنهم إذا أخذت منهم الجزية فإنهم لا يكرهون على الإسلام، وإنما يكره على الإسلام المشركون والكفار الآخرين. وقال الشيخ السعدي رحمه الله وهذا من بديع كلامه رحمه الله، قال يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه إليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه غامضة آثاره أو أمر في غاية الكراهة للنفوس. وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول وظهرت طرقه وتبين أمره وعرف الرشد فيه من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظرة إليه آثره واختاره. وأما من كان سيء القصد فاسد الإرادة خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحا. ولا تدل الآية، ده برضو شبهة قد تعرض للإنسان، ولا تدل الآية على ترك قتال الكفار المحاربين، وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف يعني قصده اتباع الحق، وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر، ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب كما هو قول كثير من العلماء، انتهى المقصود. طيب فده ما فيه دليل على جنو على الحرية. طيب دي بعض يعني شبه عندهم في حرية الاعتقاد، وشبه كثيرة، ونحن قصدنا أن نذكر أمثلة والشبه التي يستدلون بها.
طيب حرية الرأي والتعبير برضو أشار إليها أخونا الشيخ علي همد جزاه الله خير، وأنا أذكر فيها أمور. الأمر الأول في أنه تتكلم زي ما داير وتقول هل أنت دايره؟ نحن بنقول لهم المسلم يعتقد أنه لا يقول إلا ما ينفعه في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمس أملك عليك هذا، وأشار إلى لساني عليه الصلاة والسلام، قال وإنا مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد شنو ألسنتهم. ده واحد. نمرة اثنين، لو دعيت لباطل، ما أنت بتتكلم لكن ما عندها نتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فده بخاف منه المسلم ما بيتكلم ساي، والبهرطق ساكت بيتكلم ساي، ده زول ما عنده عقل، عرفته؟ ثالثا أن الشرع نهى عن قول الباطل، ما أي كلام أنت بتقوله. ربنا قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا شنو؟ قول الزور. العلماء قالوا وهو الكذب وهو القول الباطل وهو يعني البهتان، وكل هذه المعاني تدخل في قول الزور. طيب أيضا ربنا سبحانه وتعالى حرم ما تتكلم ساي، حرم الكلام على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر القول عليه بغير علم فوق الإشراك بالله. طيب من المقولات المضحكة ودار الرد على بالتفصيل، وذكر برضو أخونا الشيخ علي همد، ودال المستغلين حزب قام بشاكوش وهو برا اسمه المؤتمر السوداني في الجامعات السودانية، اسمه مؤتمر الطلاب المستقلين، وهم ناس رفضوا مشيوعين. يتخيل لو في ولد في الحلة كعب، الحلة الشد بتحذر منه الولد الكعب ده ذاته، قال لك والله داك شفت داك أوعك تمشي معه، ها رايك شنو؟ فالمستغلين ديل طردوهم الشيوعين، ديل عندهم كولين والله في جامعة السودان الغربي شعر بيقولوا عشان يجمعوا به، والطلبة أنا سامعوا بأضاني، كنا بنتكلم في المنبر وهم جنبنا، قالوا التحية لبائعات العرقي وستات المريسة، ده كلامهم هم، ده لابد الشعب السوداني والشباب يعرفوه إنه الناس ده دارين يصلوا لوين، ودائما بيركزوا على المريسة. برضو في المحاضرة تاعت قاعة الصداقة الشيخ مزمل جزاه الله خير ذكر مقطع لإداك برضو قاعد مع البنات مش وبجوز في المريسة، صح ولا ما صح؟ قال التحية، وزي ما قالوا أي زول بيحيي زباينه، قال التحية لبائعات العرق وستات المريسة اللائي يمارسن بالليل الدعارة وينجبن أولاد الحرام فنحن أولاد الحرام. ديل المستغلين وهم بيقولوا في القانون الاعتراف سيد الأدلة، ده ما ده الرد ذاته، تبرا قلت واتحرام يأخذوا الخش الجامعة بكم وثمانين، وأبو جابوا الجامعة ودفع له قروش ورغم وبتاع وهناي ورغم جامع ورغم جلوس، تطلعوا واتحرام أسيا عليك الله الرجال أسأل بخش معهم، أبو يتعب ومشى يتزوج ومهر وبتاع وشال داك وموضوع طويل سنين عددة لغاية ما غشيت المدرسة تطلعوا واتحرام. المهم قال قل ما تشاء كن ما تقول، إن تقولها تمت وإن لم تقولها تمت إذن قلها ومت. طيب أنتم مش قلتوا نقول؟ طيب دارين نقول، نحن بنقول إنه كلامكم ده باطل، نحن قلنا مقولاتكم دي باطلة وده ما نشاء، هل بتوافقونا فيما نشاء ولا يكون عندكم تقييد فيما نشاء؟ ما دام من ناحية شنو؟ مشيئة، صح؟ نحن نشيء أن كلامكم هذا باطل ولا دليل عليه وأنه مخالف للعقول ولا الأديان، فهل توافقون في هذه المشيئة أم لا توافقون؟ إذا وافقتوا قاعدتكم بطلت، إذا ما وافقتوا إذن أنتوا الناس ما تقول ما تشاء، صح ولا ما صح؟ وكلام ذاته كلام بتاع مساطيل، الناس اللي جابوهم أهلهم يقروا، جابوهم يقروا شو بيقوا يسووا في شنو؟ طيب أنت بتقول قل ما تشاء، أنا بسألك يا علماني، في ناس بيقولوا الله ما في، هل لهم أن يقولوا ما يشاءون وهم شاءوا ذلك أم لا يقولوا؟ لو قلت يقولوا يتورط، ولو قلت ما يقولوا يتورط.
في ناس بيقولوا اتخذ الله ولدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويشتمني وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله لولد، وأما أذيته إياي فقوله أني لا أقدر أن أعيده كما كان. أها ده يقول ولا ما يقول؟ وربنا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شنو شيئا إدا تكاد السماوات أها يتفطرن أن يتشققن منه، من عظم هذا القول الباطل وهذا القول يعني الفارغ. وهذه أخواننا دعوة إلى الفوضى ودعوة إلى الطعن والتشكيك في الدين والإسلام بدعوة حرية التعبير، وما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم في الغرب الكافر إلا بهذا شنو؟ إلا بهذا المدخل. والليلة لو مشيت قلت لهم محرقة الهوليكوست تحت اليهود ممكن الدنيا كلها تقوم وما تقعد، ولو جيت اتكلمت عن النازية ولا غيرها من بعض المسائل برضو يقوموا وما يقعدوا، عرفته؟ فدي ما حرية التعبير. علشان كده أخواننا ده كله المراد به هدم الدين، ده كله دارين به يهدموا به الدين. طيب بعد ده قاموا دخلوا في حرية التعبير إنك تتكلم في الحكام على المنابر، وده نحن عندنا في الدين ما بيجوز، حرام، لأنه ده يؤدي إلى الفوضى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علاني، ولكن ليأخذ بيده فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له ألا تكلم هذا الرجل يعنون عثمان رضي الله عنه، قال إني لو أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح بابا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال المهلب كما نقل ابن حجر في فتح الباري أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة، ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصح في السر جهده. قال ابن حجر وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيه ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير. وشيخ ابن باز رحمه الله يعني ذكر برضو كلام أنه ليس من منهج السلف الطعن على الأئمة وذكر ذلك على المنابر، فإنه يفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، ولكن قال الطريقة المتبعة أن يكتب وأن يناصح فيما بينه وبينه. العلمانين ديل طعنوا في القرآن في الأحكام الثابتة في الدين والإسلام. الوثيقة رقم 3 كتاب جدلية الأصل والعصر للصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس طائفة الأنصار هذيله، والناشر بس ما تضحك الناشر قال دار الشماشة للطباعة والاستثمار، والله جد طبعته أنا ما طبعته أنت، أنا قريت بس الجماعة طبعوا قاعد جوا هنا، عرفته؟ الصفحة المقطع أو الوثيقة 3 المقطع صفحة 56-58. وأنا ركزت على البني آدم ده خصوصا لأن أخواننا هو اللي بيأصل اليوم ناس قريتي راحت أوبجكتيف وبتاع ديك وبتقول أنا ما دايرة بنطلون وما دايرة بتاع ودايرة تمشي ساكت، ما في لا في آية لا حديث ولا بتقنع زول، ودي أخواننا ذاتها من البلاوي. والود المعاد جابوا داك من لبنان ولا شنو، والغريبة إنه يعني عشان تعرف شوف العلمانية دي خبيثة كيف، الغريبة إنه الودة يعني لما جاء ببرنامجه الذي يدعو إلى الانحلال بأوسع الأبواب الشعب السوداني كله استنكر، لما جاء الاعتصام قاعد جوا الاعتصام قام يتكلم عن المواريث في الصفحة 56 الحاجة الأعم في الوراثة اقتضت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، داري يقول لك يعني أنا جايك الخلة القسمة بتاعت للذكر مثل حظ الأنثيين الحاجة، لكن في عصرنا الحديث قال المرأة بقت شغالة وبقت 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 فداري صلينا لحاجة وصليها صفحة 58 قال ولكن مع اتساع أعداد الأسر التي تعولها نساء
لا يمكن تطبيق أحكام الوراثة بصورة لا تراعي مقاصد الشريعة وتأخذ المستجدات في الحسبان. هكذا ينبغي أن تراجع أشكال الأحكام الإسلامية ذات المضمون الاقتصادي لتأخذ المستجدات في الحسبان ولكي تحقق مقاصد الشريعة في ظروف العصر الحديث. يعني المواريث ربنا قسمها، ربنا قال نصيبا مفروضة، يعني ربنا نزلها، قال دي هسه ما الأنصبة دي ما بتنفع لأنه في مستجدات، عرفتها؟ وعشان كده سمى كتابه اسمه جدلية الأصل والعصر، يعني التناقض بين الأصل وهو القرآن والسنة وبين مقتضيات العصر. طيب نذكر كلام العلماء. قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي حفظه الله، قال ولا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، وذلك كفر بالله عز وجل، لقوله تعالى في نهاية آيات المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال ابن كثير تعضيدا لكلام الفوزان، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. قال ابن جرير الطبري يعني بذلك جل ثناؤه ومن يعص الله ورسوله في العمل بما أمراه به من قسمة المواريث على ما أمراه بقسمة ذلك بينهم وغير ذلك من فرائض الله، انتهى كلامه. ونقل الطبري عن ابن عباس في قوله ومن يعص الله ورسوله في شأن المواريث قال فإن قال قائل أو مخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة المواريث، قيل نعم إذا جمع في معصيتهما في ذلك شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهما إلى قوله وخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله استنكارا منه حكمهما كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس، فهو من أهل الخلود في النار، لأنه باستنكاره حكم الله في تلك يصير بالله كافرا ومن ملة الإسلام خارجا، انتهى بتصرف. ثم قال العلامة الفوزان فمن تصرف في المواريث وعدل بها عن مجراها الشرعي فورث غير وارث أو حرم الوارث من كل حقه، شلت من الراجل اديته للمرأة، أو بعضه، أو ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية مخالفا بذلك حكم الله فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله، إلا أن يتوب إلى الله قبل موته. شوف النازل بيطعن في الدين، ودي آيات واضحة، ربنا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى. طيب مسألة المرأة وما يتعلق بها والأخلاق والإشاعة إلى آخر فيها مقاطع متعددة. طيب هنا برضو الصادق المهدي في المقطع رقم 4 أو الوثيقة رقم 4 كتاب جدلية الأصل والعصر صفحة 70 يرد على الله سبحانه وتعالى بأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال إن الإسلام يكفل حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستثناءات المشار إليها في الميراث والشهادة، يعني كون الذكر له مثل حظ الأنثيين والشهادة شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. قال في الميراث والشهادة وغيرها معللة ودائرة مع عللها، وكل محاولة للاستناد إلى الدين لنقص مكانة المرأة أو نقص حقوقها يضر بالدين لأنه يحيد به عن العدل. العدل إنه ربنا سبحانه وتعالى وزع إن صحت العبارة أو قسم الحقوق التي على الرجل والمرأة والواجبات التي على الرجل والمرأة بحسب الطاقة للرجل والمرأة. شوف الدين في الصيام، بس الراجل ما دام غير مسافر ومقيم وصحيح وقادر يصوم رمضان كله، المرأة إذا حاضت هل تصوم؟
ده تخفيف من الإسلام، لأنه ربنا قال وليس الذكر كالأنثى، لا في الخلقة ولا في التحمل ولا في يعني ما تحب وما تفعل، ليس الذكر كالأنثى. الشافعي الصغير تلقاه مغبر وبيلعب ترتار وشعره منكش إلى آخر، البنت تلقاه تلعب في البنات إلى آخر. عرفت ربنا قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة والراجل المرأة ما بتقدر عمل الراجل، ولا الراجل بيقدر شنو عمل المرأة. عشان كده الدكاترة بقول لك السلسلة الفقرية دي براي اختلاف تحت المرأة زايدة من الراجل، لأنه لما تحمل الظهر بيرجع لورا، بتكون شايلة الحمل ده الوزن ده في بطنها، ده بس من ناحية بتاعت وزن، بس من ناحية بتاعت ناس اسمه منه ذاك بتاع اسمه شنيه الجاذبية الأرضية ده اسمه نيوتن، من ناحية ناس نيوتن بس، المرأة دي شايلة لها وزن والوزن بتقل عليها. ظهر الراجل ما بشيل، ظهر الراجل ما بشيل، لكن السلسلة الفقرية للمرأة ربنا خلقها بطريقة إنها تستحمل هذا الحمل وغير ذلك من الأمور. عرفتها؟ المرأة تستطيع أن ترضع وأن تتحمل الولد. أنت تجي من الشغل تعبان، شافع الصغير يكورك، والمرأة ذاتها بتكون تعبانة، لكن المرأة تلقاها براها لا إراديا صحته مشت للشافع، وأنت إلا يقول لك الصباح يا فلان الولد بكى والولد تعبان. وليس الذكر، عشان كده ربنا قال عن مريم عليها السلام قالت وإني سميتها، قالت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. عرفتها؟ فدي حقوق وواجبات. فده قال لابد يساوي بيناتها في الشهادة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ فالمرأة بتنسى. أسي الليلة أمشي خش المحاكم، ده في جانب تاني، 99% من القضاة الذين يحكمون الإعدام مادة 130 ما نسوان، الرجال بس، لأنه ده كتل ممكن يخوف المرأة دي ولا ما ممكن؟ ممكن يخوفها، لا والله تحكم عليه إعدام أنا أصله ميت ميت، يخوفها، لكن بيجيبوا لها راجل. عرفتها؟ المهم فزول الدائري يساوي بين الرجل والمرأة يا أخواننا، ده إنسان يريد أن يعارض فطرة الله سبحانه وتعالى. الصادق المهدي مع أنه جده المهدي الضال المبتدع عنده حاجات عجيبة، قال المرأة إذا ارتفع صوتها أمام الرجال فإنها تؤدب بالجلد 27 صوت. نشوف الصادق المهدي عمل شنو، هل سمع كلام جده الباطل المنحرف؟ هنا صفحة 68 صادق في المقطع رقم 5، الصادق المهدي يفضل القوانين الوضعية وعمل الغرب على الإسلام، وده أكبر رأس للعلمانيين الآن في السودان، وما في علماني بيقدر يصل له كلام أكثر من كلام الصادق المهدي ده. طيب قال مسألة المرأة من أهم القضايا المثارة في أمر الإسلام موقفه من حقوق المرأة. شوف الكلام ده كيف قال، كانت المرأة قبل الإسلام مضطهدة وحررها الإسلام بصورة تعتبر طفرة في ذلك الزمن. الزمن ده تعتبر شنو؟ طفرة. الكلام ده معناه شنو؟ معناه لسه ما وصلت لشنو؟ للكمال المنشود. أها الكمال المنشود لقيناه وين؟ قالوا عبر 500,000 عام الماضية خطت الإنسانية خطا واسعة في سبيل تحرير المرأة حتى بلغت ما نصت عليه معاهدة سيداو من حقوق المرأة المعاصرة. شوف الكلام ده، أي اتفاقية شنو؟ سيداو، اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وده المراد به نشر الفاحشة بين المسلمين وتدمير دينهم وأخلاقهم وأحكامهم الخاصة المتعلقة بالأسرة وبالأحوال الشخصية. طيب هنا في اتفاقية سيداو وين الاتفاقية؟ هنا موجودة قاعدة في النت، بدل ما تمرق لنا وإن شاء الله كان داك حتعرس لا كان داكي وا وا وا، أفروض تمشوا تقروا يا تقروا. أنتوا استغليت ظروف
وفي تلك الظروف وقت الفتن لا يسمع للحق، لكن الحمد لله الأمور انكشفت لخير، لخير، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طيب، هنا في اتفاقية السيداو في المادة المادة 15 قال لك البند واحد، قال لك تمنح الدول الأطراف، يعني في اتفاقية السيداو، المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون حتى في الشهادة ذاتها. وقبل قدمنا إنه ربنا قال وليس الذكر كالأنثى، وربنا قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. من أخطر هذه البنود في الاتفاقية المادة 16 البند ألف، قال نفس الحق في عقد الزواج، المرأة عندها حق كحق الرجل في عقد الزواج، يعني لها أن تعقد الزواج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. طيب المرأة إذا ما عندها ولي ومشت نكحت نفسها، ده يعتبر شنو؟ زينة. تجي تلقى في بيتك في شفوت، يوميا في شفت في بيتك، انت تدخلك شنو؟ ولك عرستني فلانة بيتك، ما تقدر تزال. دي ما الاتفاقية بتاع السيداو، ولو مشيت سألتها بيفتحوا فيك 87 مادة، عرفتها خالفت النظم واوا إلى آخر، وكلها نظم كفرية تحت كرعيننا، ما عندنا في أي حاجة. طيب، وقد قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ويروى فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فما في مرأة شنو؟ بتزوج نفسها. كذلك المادة 16 أن قال عليك أخونا شيخ علي همت عن الصادق المهدي، قال نفس الحقوق في البند جيم، نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. أنت بتطلق بالثلاثة، إذا أنت بتطلق بالثلاثة، ضيفك جاء، للناس الجهال اللي بيقول لي عليه الطلاق تاكل، إذا أنت لو عندها ضيفات تقول لهم عليه الطلاق تاكلا، لو ما أكلتن فلان ضاق طالق، يا فلان عليه الطلاق تمشي مع أصحابك، تجيني راجع هنا طالق، وفلان يزال المشايخ طلقتني فلانة، عرفتها؟ ده داري الصادق المهدي، عشان كده بتلقى عباراته ذات عبارات عجيبة، ذاته عبارات فيها شيء من اتفاقية السيداو، بوخت المرقة وإلى آخر. المهم، طيب، وطبعا يا أخواننا الإسلام فيه حقوق أقرها للمرأة، لأنه في ناس ذاته بعمائلهم بتاعت ركوب الراس والقبلية التي نسبوها إلى الدين، خلوا العلمانين يلقوا إيدهم، ونحن ما بنقر الكلام ده أبدا. المرأة بيجوز لها أخواننا إنها ترفض لو زوجها بالغصب. في ناس أنا خايف لو سمعوا كلامنا ده يقول لنا أنتوا قلبتوا ولا شنو. جاء في صحيح البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. في صحيح البخاري حديث رقم 5138. وأكد أيضا من الحقوق، أكد الإسلام على حقها في الميراث، كما قال الله عز وجل في سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا شنو؟ مفروضة. كذلك جعل النفقة على الرجل، وكمان في رجال ديل برضو جابوا لنا المصيبة، واحد تلقاه قاعد في البيت، وفي واحد يخلي المرأة تشتغل وتلقاه ماشي القيادة هناك، ويجي يقول لك حقوق المرأة، إيه ما أنت ما ترجع للفي البيت دي أمشي اشتغل لها شوية، عرفتها؟ نمرة 3، نهى عن إعضال الزوجات، أي منع الزوجة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها، ونهى الإسلام عن قتل المرأة، ونهى الإسلام عن السفاح. ربنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا شنو؟ تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فالإسلام ده إسلام عجيب، عرفته؟ طيب، مسألة ثانية، مسألة إشاعة المرأة.
إنه المرأة تكون مباحة وملك مشاع للجميع، وتعمل الدايروز زي ما عايز، وتنشر الفاحشة بين الناس، وتكون مشهورة بالزنا ومعلنة بالفجور، لا لزال ما دايرين مننا مجتمع زي ده. خلاص تفنونا في الوطن عشان نبقى لكم كده، لكن نحن قاعدين إن شاء الله والله ما نخليكم أبدا. نخليك كيف؟ أنا أخلي لك مرتي ساكت يا كلام ما بنقدر نقوله في خشومنا ساكت. دايرنا نبقى زي كلامك اللي بتقوله في الجامعات، والدبرك لما نضاجع كل بنات الطير ما كان قصده يمتع نفسه يكون صعلوك، كان قصده نبيل وشريف يملى الدنيا طيور واغاني. والله عندنا لك نبل يا والدبرك لما تعرف حاجة. طيب قال معلش يا اخوانا، في ناس ما عهدوا مننا الاسلوب ده، لكن نحن لابد ننصح لشباب المسلمين. والله نحن نحبكم يا شباب المسلمين، ونعتبر انه الناس ديل دارين يتصيدوكم ويطلعوا على رقابكم وجماجمكم في السلطة، وهذا ما حصل والأيام وسيأتيك من الأنباء ما لم تزودي. المهم خلينا نحن في موضوعنا هنا مع إشاعة المرأة. البيان الشيوعي وثيقة رقم 6، ده البيان مهمات اتحادات الشباب. لا دارين البيان الشيوعي، أيوة هدلي لابد يعني بابا مرقو. طيب صفحة رقم 14، ده أول وثيقة للشيوعيين في العالم هدلي، وقاعد في النت. تمشوا من وين يا شيوعيين؟ تمشوا من وين؟ عرفتها؟ طيب الشيوعيين دايرين المرأة دي يعملوا فيها أي حاجة يخربوا بها المجتمع والشباب، عرفتها؟ نوريك تأصيلة للشيوعيين، أسياد الشيوعية ذاتها وفي السودان. هنا قال وللمناسبة لا شيء، ده إنجلس ومعه كارل ماركس أو ماركوس، أعجمي ألعب به. قال وللمناسبة لا شيء أكثر إثارة للسخرية من ذعر برجوازيتنا الأخلاقي المسرف في أخلاقيته، بيستهتر بالأخلاق يعني، ده ماركوس. قال من إشاعة النساء الرسمية المدعى بها على الشيوعيين، فالشيوعيون ليسوا بحاجة إلى إدخال إشاعة النساء، فقد وجدت على الدوام تقريبا. تماشوا ما سمعت أزال؟ لو عندك أخوك كبير وأبوك قرى جامعة الخرطوم، أزالوا عن في الثمانينات والسبعينات عن رقصة العجكو في الاتحاد. تعرف العجكو دي كيف؟ دي ذات لا يمكن أن يصدق بها زاني، خليك من إنسان عادي. طيب قال فالزواج البرجوازي، ما دارين زواج، في الحقيقة هو إشاعة النساء المتزوجات وقصارى، يعني أكثر حاجة أعلى ما في خيلكم شنو، وقصارى ما يمكن أن يلام عليه الشيوعيون هو أنهم يريدون إحلال إشاعة رسمية وصريحة للنساء محل إشاعة مستترة نفاقا. لأن الحاجة تكون شنو؟ صريحة وتكون محمية بالقانون، رسمية عديل. طيب أديني فاطمة أحمد إبراهيم أرجى الراجل في الحزب الشيوعي، الوثيقة رقم 7 مش؟ قالت المرأة إذا زنت لتطعم أطفالها فإن الله لن يحاسبها. طيب أنت أسي أنتم ما قلتوا ما أوصي على الدين، أنت جعلك وصي على الدين منه؟ قالت المرأة إذا زنت لتطعم أطفالها فإن الله لن يحاسبها، لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها لذلك. طيب هل يا أخواننا إنسان جعان ودار يأكل أولاده وما لاقي أكل بيقدر يزني؟ من ناحية بيولوجية، من ناحية بتاعت قدرة على الموضوع ده ذاته، بغض النظر عن إنه حلال ولا حرام، لو أنت ما فيك حيل بتقدر على الموضوع ده؟ وأنت فقران اللي بوديك تكابس النسوان شنو؟ يا أخواننا دي ما مشكلة، دي ما مصيبة، عرفتها؟ عشان كده ديل بيدعو للزنا وفي نفس الوقت يحاربوا الزواج. عشان كده هي ذاتها في مجلة الدستور لسنة 98 قالت المفسرين أباحوا تعدد الزوجات لهواهم هم، وأصلا تعدد الزوجات قالت حرام، عاملة فوق ابن كثيرة، عرفتها؟ قالت تعدد الزوجات أصلا حرام، لكن يعني المفسرين هم الذين يعني فسروا هذه النصوص بأهوائهم، وده كله كلام باطل
وكذب. والنبي عليه وعائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة أهلة في شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: فبما كنتم تعيشون يوما؟ قالت: على الأسودين التمر والماء. عرفتها يا أخي؟ هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت في البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا بايعت، ولا يسرق بايعت، ولا يزنين قبضت يدها. فسئلت قالت، وإن كان في الرواية مقال، قالت: أو تزني الحرة؟ ما في حرة بتزني. تجد تقول لي تطعم أطفالها وأشبالها وجبالها. طيب نشوف برضو ليه الفاحشة برضو والأخلاق السيئة الدعلاء العلمانين. جايك لسه كلام إن شاء الله، بس أنا خايف الوقت ما يكفي لأنه شيخ أبو بكر عنده تعليق إن شاء الله. الصادق المهدي كتاب جدلية الأصل والعصر المقطع رقم 8، دي الأخلاق تحت الصادق المهدي. قام نبذ الدين، قال الدين ما فيه أخلاق، صفحة كم؟ 27. نشوف بعد ذاك بيّن الأخلاق بتاعته في كتاب ثاني، الصفحة 27، جيم الأخلاق هذا لي. قال: الأخلاق هي مراجع النفس الإنسانية وركائز تماسك المجتمعات. الفكر العلماني يقيم الأخلاق على المنافع، والفكر الإسلامي، وطبعا ده أخواننا ما في في الدين حاجة يسمى فكر كما قال الشيخ ابن عثيمين، تسمية الإسلام بفكر دجنه كفر بالله، لأن الفكر من وضع البشر ومن أدمغتهم، وأما الإسلام هو وحي الله عز وجل. قال: والفكر الإسلامي المنكفئ يقيمها على أوامر الشرع ونواهيه. قال: ولكن الفهم الصحيح هو أن للأخلاق أسسا موضوعية تبدأ في أدنى حالاتها بالمماثلة. نشوف الأخلاق الموضوعية بتاعت الزول ده كيف. كتاب اسمه الجيل، أيوة الجيل، صفحة 122. أيها الجيل، بيتكلم معاكم يا شباب. طيب لو الزول قال من قضاياهم انه ما قادرين يعرسوا كويس، الحل شنو يا صادق المهدي؟ هل هو الحل في العفة ولا نعمة شنو؟ كده نشوف الزول ده قال شنو. طيب قال ان قال: فإذا امتنع الشاب والشابة عن الزنا يبقى ضغط الشهوة الجنسية مستمرا، فربما أدى ذلك إلى المثلية الجنسية، أو ربما أدى إلى ممارسة مع حيوان. يعني بس ده هو طريقه الوحيد؟ لكن كده نمشي لقدام نشوف هو الراك يا تشارع، ده الصادق المهدي، وده بيحضر توم هنجيري، أنا بس ما دار أتوسع في الموضوع لكن خلينا واصل. قال أخف ضررا من هذه الممارسات ممارسة العادة السرية، فليس فيها ضرر الزنا المذكورة، مش شايفين أنتو، ولكن لها أضرار أخرى تزيد مع مداومتها. ويسمى عادة وانت دارني ما داوم فيها كيف. المهم قال: لذلك تحرم للمتزوجين. ليه؟ الدليل شنو؟ قال: لأنه ممكن يكون ذاك طرده من البيت. المهم قال: وتباح للشباب الذي لا يستطيع الزواج ويزيد لديه ضغط الجنس ولا تجدي معه وسائل المقاومة كالصوم والعبادة والرياضة، وذلك في إطار منع الزنا والبدائل الأخرى. البدائل بتاعته شنو؟ العادة السرية. قال: إن إباحتها صفحة 123 لغير المتزوجين في إطار ارتكاب أخف الضررين على أن تكون ممارستها لدى الضرورة. والضرورة دي يغدروها كيف الضرورة؟ قال: الشديدة وفي مدة طويلة، عرفتها، أو في مرات بعيدة عن بعضها، فلا يسرف فيها. ما تسرف قال لك، أوعى، إن الله لا يحب المسرفين. قال: ولا يعتادها. وطيب إنت سميت عادة لا يعتادها كيف؟ وهل دي بدائل؟ شوف الناس اللي بيدعوا للفواحش كيف. البدائل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن لم يستطع يعمل شنو؟ فعليه بالصوم، فإنه له شنو؟ وجاء. واتحدى أي زول يصوم وتاني تبقى عنده شهوة زايدة، عرفتها؟ أمشي مارس رياضة، جك أمشي اتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فده حرام. ربنا عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم شنو؟ العادون.
فدي الأخلاق السيئة التي يدعو إليها هؤلاء العلمانين وما وقفوا على دي، لسه الموضوع ماشي لي قدام. طيب ماشيين لسه. معليش أخواننا لأنه يعني الموضوع ده لابد نحكه شوية. طيب بعد ذلك قال في مقطع مهم جدا، المقطع الفات رقم 8، في المقطع رقم 9، أيوة ده أخصائي الدياثة، أنا سميته كده أخصائي في الدياثة. طيب انت هتشوف الكلام ده، المقطع رقم 9 شغله. الذكوريه نتخلص من العقليه الذكوريه بتخلي الاخ يقهر اخته ويقول لها جايه من وين وماشيه من وين، الاب يقهر اخته ويذلها ويقعدها وما يحترم وعيها ولا مخها ويحاول يفهم الحبيبه اللي بيحاول مما يعرف البنت الليله كويس ويحبها الليله يكون ده يمسح تاريخها، لو عرف انها حبت زول لما كانت في اولى جامعه كل ده يزعل وشاكلها يضطرها انها تقدم. نتخلص من العقليه دي، نتخلص من العقليه الذكوريه يا اخوانا. طيب قال دارين نتخلص من العقلية الذكورية، طبعا ده كلام الله، دي ما العقلية الذكورية، ولعله أثرت فيه العقلية الأنثوية، عرفتها؟ لكن قال الأب اللي بيقهر بنته ويضربها والأخ اللي بيقهر أخته يقول لا ماشى من وين وجاء من وين، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال الرجل في أهله راع وهو مسؤول، يعني الله حيسأل عن رعيته يوم القيامة، هاي زالة ماشية من وين ولا ما يزالة ولا اللي خليها زي أوبجكتيف ديك. طيب قال أول ما الحبيب، أول ما واحد يحب بيت وانت تحب ليه حبتك الشكلوتة تحب ليه انت عرفتها، قال أول ما الحبيب يحب حبيبته يعرف انها زمان كانت بتحب ويغار وكده. طيب أول حاجة يا أخواننا الإنسان ما بيجوز له انه يعمل علاقه مع امراه اجنبيه الا بالشرع وعبر الطرق الشرعيه بالباب، يمشي يدق الباب يمشي يتزوج، اعجبتك امراه لم يرى للمتحابين مثل النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي تدق الباب تمشي تتقدم اليها وتتعرف على اهلها فتتزوجها، اما تلف وتدور زي ما ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عمن تباح من النساء ربنا قال 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 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات أي العفيفات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محصنين غير مسافحين يعني ما زنات ولا متخذي أخدان قال العلماء أي عشيقات عشيقات، عشان كده سألوا في الاعتصام واحد سأله بعد قال كلامه ده قال له وريني الفرق بين كلامك ده وبين الديوث الفرق شنو، قال له لا أنا بتكلم عن نفسي، ما نحن بنتكلم عنك أنت، الفرق بينك أنت وبين الديوث شنو عرفتها، فما في فرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة ديوث، قال الجوهري في الصحاح الديوث القنذع وهو الذي لا غيرة له، نعوذ بالله يا أخي الديك عنده غيرة، الديك عنده غيرة، إذا شاف ديك الجيران بيعمل معاه داحس والغبراء بيدورها معاه شكلة، أنت داير الناس تقتل فيهم الغيرة، نعوذ بالله من تغير الفطر. طيب شبهة أخرى عند العلمانيين وهم طبعا بيجيبوا موضوع المرأة ده لأنه يا أخوانا المرأة شرعا وكونا من حيث التعداد أكثر من الرجل، والديمقراطية جابوها لنا دي تقول أن الحكم للأغلبية، وما دام أن المرأة أغلبية في المجتمع لا يمكن أن تهمل قضية المرأة، فهم يتناولون قضية المرأة لهذا السبب أولا، ثانيا لإشاعة الفاحشة بين المؤمنين وبين المسلمين، لا لأن المرأة يحبون لها أن ترجع حقوقها، وإلا نسأل الصادق المهدي قال لك جاء ميلاده الميمون في 25 من شهر ديسمبر متزامنا مع ميلاد السيد المسيح عليه السلام لحكمة يعلمها الخالق، اها في شنو يعني حصل شنو عرفتها،
قالوا من 85 رئيس حزب الأمة. كانت تجيب بيتك مريم الصادق المهدي أو ديك ولا كانت تجيب واحدة هو بس. يا خليك من النساء الهضمت حقوق، جيب راجل، جيب بورما ميم كده بورما مش معاه في الحزب، جيب ولدك، جيب واحد من أولادك. ما بتبقى رئيس حزب الأمة القومي إلا يبقى اسمك فلان 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 المهدي. ليه؟ ما كان تبقى واحدة من بناتكم ديل رئيسة لحزب الأمة. الحزب الشيوعي السوداني الكفار، كفار السودانيين ولا حارة دي حارة عرفتها ديل من زمن الشفيع أحمد الشيخ الكتل ونمير جزاه الله خيرا وعبد الخالق محجوب وغيرهم لغاية ناس نقد والخطيب ما في واحد فوقهم مرع، ما في، مع انهم قالوا مرع ولا دستة رجال اظنوا دارين يتموا الدستة بعد ذاك يجيبوا رئيسة ما بعرف. المهم فديل الناس ديل ما جابوا مرة واحدة حاكم. ليه؟ الحركات المسلحة، مش قلت مساواة بين المرأة والرجل؟ ويجيك عبد الواحد محمد نور عامل لك فوقها بلعام ابن شانوقاء وبيتكلم وينبسغ وينبغي ويتشدق في الكلام. طيب ليه انت ما بقيت المسؤول بتاعت حركتك دي مرة؟ الحركة الشعبية ناسي الفاطير، هذه المسلمين عندكم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة؟ ليه ما بقيتوا ريبيكا قرن رئيسة الحركة الشعبية؟ سؤال. ياسر عرمان وعقار والحلو ثلاثة رابعهم كلبهم محمد يوسف، ليه ما بقيت واحدة من الحركة الشعبية إلا تشوت الكولين بس؟ إلا بس تشوت الكولين. لكن ليه واحدة بس ما بقيتوا رئيسة للحركة الشعبية؟ أنا بفهم لكم واحد من اثنين، يا إما نساءكم ديل بليدات نساء الأحزاب. أنا مش بقول، أنا بقول لكم يلزم، مش أنا بنبس فين، ما أنتم ما بقيتم رؤساء زمان، لينين ما بقاهم رؤساء. الحزب الشيوعي الصيني والحزب الشيوعي السوداني والحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي اليمني وغيره من الأحزاب ما بقوا رئيس مرة. سؤال، هل نسوان الأحزاب ديل بليدات ما بيفهمن؟ ما في واحدة عندها إمكانات ومهارات، إن عندها مقدرة على إدارة الحزب؟ أو السبب الثاني انتوا ناس انكفائيين ودغمائيين ورجعيين وسلبتوا حقوق المرأة وناس ما عندكم حريات وناس نصوصيين وجايين من كتاب تاريخ وإلى آخر من الكلام اللي بيرموا به أهل الحق عرفتها؟ فدل ذاتهم ما داري لهم أدلة كثيرة ذاته يجي يتكلم عن المرأة والمرأة والمرأة. ليه ما بقيت رئيسة حزب يا صادق المهدي؟ ليه؟ سؤال. فده كله كلام باطل ساكت. طيب قال المرأة تصلي بالرجال، وقال الكلام ده يعني، وقام ذكر كلام، قال ده كلام الطبري وأبو ثور، وقام جاب حديث أمي ورقة ده الصادق المهدي. أول حاجة أخواننا ده يدل على أنه الصادق المهدي ذو الهوى، لأنه الصادق المهدي لا يؤمن بأخبار الأحاد كما في كتاب العقوبات الشرعية صفحة 44 سيأتي معنا في مسألة الرجل. ثانيا أن من ذكر من العلماء لو صح النقل عنهم فلا يبلغوا أن يعارضوا الشرع والدين الذين أجازوا إمامة المرأة. وأما حديث أم ورقة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤم أهل دارها أي نساء أهل دارها كما ذكر العلماء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والقوم معناه الرجال، لأن ربنا جابهم في المقابلة في سورة الحجرات لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فالقوم جابهم في مقابلة النساء حيبقوا جنو، حيبقوا أوبجكتيف ما حيبقوا جنو الرجال. طيب وكلام كثير. طيب مسألة إمامة المرأة وتبقى غاضي وإلى آخر، قال القرطبي، إحنا بنذكر لك مراجع، وغالب شبهاتهم دي ما جابهم، مش بقول لك دي السلفيين ورجعيين وكده والأصل كينكفاء والحداثة كاستلاب والتأصيل الصحي، والله في كلام قالوا كده خلوني معلش أذكر لكم يعني عشان تعرف الزول ده نجار ساكت، كلام بتاع نجر كلام غريب ذاته عرفته. في الصفحة رقم يعني وين الصفحة رقم كم 39 عشان تعرف انه الزول ده بس دار يتكلم بس. قال نمرة 10، قال وفي سبيل التحديث، زول طبعا لابد نواكب الناس، قال وفي سبيل التحديث
وهو قيمة حضارية عظيمة، أسقطوا التأصيل فربطوا بين التحديث والاستلاب بصورة أضرمت بشرعية التحديث وأعطت مبررا قويا لفكرة الانكفاء المعادي للتحديث مبدئيا. أسف يوزل بفهم حاجة من كلامه ده، هذا ما عنده موضوع ساكن. المهم، فقال القرطبي، هم برضو سلف، كلام ده جابوا بدري، قال القرطبي في تفسير سورة النملة الآية 23 قال: ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه. ده الإمام القرطبي قال: ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة، ده لو صح، أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضي على الإطلاق، إلى أن قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير الطبري. زي شنو؟ زي الرضاعة، زوجة أنا رضعت مع فلانة، يشهد منه؟ يشهد راجل؟ يشهد امرأة، وهكذا أمور النساء والحيض إلى آخر. طيب شبهة أخرى، قال عمر بن الخطاب ولا امرأة على السوق، مع أنه ما بيؤمن بأخبار الأحد، يفوزون لا؟ طيب ده ما أحد؟ طيب قال القرطبي أيضا صفحة ثلاثة الآية 23 من سورة النمل: وقد روية بصيغة التمريض، وهذه تدل على ضعف هذا الأثر. قال عن عمر أنه قدم امرأة على حسبة السوق ولم يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. مش كلام واضح؟ تقدر يا صادق المهدي تخش في إسناد وموضوع زي ده؟ ما أظنك، ولا تقوى عليه. طيب قالوا بلغيس حكمت الرد أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، يعني حاجة جاءت في شريعة قبان هي ما شريعة لنا إلا لو شريعتنا شنو أيدتها، كالسجود من يوسف لي من 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 أبي يوسف وأمه وإخوته له، فهل هذا مشروع؟ ليس مشروع. ربنا قال: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فده ما شرع لنا، وما أفلحت بلقيس، ما أفلحت، لأنه ربنا قال لما أرسل سليمان عليه السلام الهدهد قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فما أفلحت. وفي نهاية القصة قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طيب فاضل كم للصلاة لسه؟ لازان؟ طيب عندهم بعض الشبهات في موضوع الحكم، عشان كده قالوا دارين نحكم بالديمقراطية. ليه يا جماعة دارين الديمقراطية؟ قالوا طيب أول حاجة الديمقراطية دي شنو؟ طبعا هي من نتاج العلمانية. الديمقراطية هي كلمة يعني محولة من اللغة القديمة اليونانية إلى كلمة حكم الشعب، بيقول لك هي حكم الشعب للشعب بالشعب، يعني الشعب يحكم نفسه لا بالقرآن لا بالسنة وإنما بآراء الشعب، وهم بيحاولوا يخلطوا بين الشورى وبين الديمقراطية. ويرد عليها قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، هم بيقولوا إن الحكم إلا للشعب. طيب وأيضا قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالرد عليها أن الحكم لله وليس للشعب. ثانيا قالوا الديمقراطية هي الشورى، وكذب، وهناك فروقات منها. أولا عشان لابد يا أخوان الشاب يكون فاهم المفاهيم اللي بيتكلم عنها دي، لأن إحنا بناب الديمقراطية وناب العلمانية وناب التحرر وناب حرية العقيدة والرأي الآخر. قال الديمقراطية تأخذ رأي الأغلبية سواء كان رأيهم صائبا أو خطأ، وسواء كان أصحاب الرأي من أصحاب الأهلية للاستشارة أو لا، فهي تساوي بين صاحب الأهلية وغيره. يعني لو كان الرأي صح ولا غلط، الديمقراطية بتقول مش الناس الكتار قالوا دايرين الرأي ده، ما في مشكلة، ما دايرين دين ما دايرين دين، ما دايرين شريعة ما دايرين شريعة، ما دايرين حد زنا ما دايرين حد زنا، ما دايرين حد سرقة ما دايرين حد سرقة، وهكذا، ما دايرين تجريم للتبرج ما دايرين تجريم للتبرج، تعمل أي حاجة، ما دايرين تجريم للخمور ما دايرين تجريم للخمور.
فالديمقراطية أخواننا، الديمقراطية يعني تساوي بين الرأي الصواب وبين الرأي الخطأ. كذلك الناس اللي بيستشيرهم ذاته، الإسلام يا أخواننا ما بيستشير أي زول، وإنما يستشير الناس اللي عندهم خبرة. عشان كده ربنا قال أولي الأيدي والأبصار، مدح مجموعة من الأنبياء قال أولي الأيدي والأبصار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الأثر أصدق الأسماء الحارث وهمام. فالأيدي هي القوة والأبصار هي البصيرة والخبرة في كل أمر بحسبه. عشان كده أخواننا الدين بدي الأمر لأصحاب التخصص، وأما هؤلاء فلا يعطون ذلك لأصحاب التخصص. من الفروقات أيضا أن الشورى تكون لأصحاب الرأي والخبرة والعلم، كل بحسبه وفي مجاله. طيب برضو من الفروقات أن الشورى تنظر إلى الصواب سواء اختاره الأقل أو الأكثر. عشان كده في الإسلام ربنا قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، وربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلو الناس كلهم ما رضوا، عشان كده الشورى الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في سقيفة بني ساعدة تشاوروا وما اختلفوا زي ما بيقولوا العلماني، وإنما تشاوروا. فقال الحباب بن المنذر منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر رضي الله عنه كما ذكر ابن حجر في الفتح قال لسعد بن عبادة ألم يقل يا سعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنت قاعد إن هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان؟ قال نعم. فقاموا يبايع فقال أبو بكر بايعوا عمر، فقال عمر والله لأن أقدم فتضرب عنقي في غير ما إثم أحب إلي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر. فبايع الناس أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وقالوا رضيناه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. دي الشورى كده. عشان كده عمر بن الخطاب أيضا لما مات جعل الأمر شنو يا أخواننا، ديمقراطية ولا شورى؟ شورى في الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض. أن نتيجة الديمقراطية نتيجة زائفة، لأن الفائز هو صاحب المال والدعاية الأكثر وليس صاحب الرأي أو الحق والأصوب. أنت عشان تفوز لابد تعمل حملة، ولابد تقول للناس أنا بعمل لكم، وتدي الناس قروش وشوفوا إنك عندك قروش. لو أنت مفلس ولو كان عندك رأي صواب وبتقدر تغير وتسوي ده ما عندك حاجة. عشان كده الناس اللي بيكونوا متسلطين هم أصحاب شنو؟ أصحاب المال. فبالتالي النتيجة هي نتيجة شنو؟ نتيجة ما حقيقية، ما حقيقية. لكن لو تساووا الناس في 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 وعي المجتمع وإلى آخر لما استطاعت هذه الديمقراطية أن تنتصر. أيضا الديمقراطية تعارض وتصادم النصوص القرآنية والنبوية برأي الأكثرين ولو كانوا كفار ولو كانوا في السر. عشان كده ياسر عرمان في الحكومة الفاتت قام طالب بإلغاء عقوبة الرجم وحد الزنا ومسألة محاربة اللبس الفاضح، كلام عجيب عرفته. فدي الديمقراطية. أما في الشورى فإنه لا شورى مع النص، لا شورى مع النص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال في المثل. طيب قالوا شبهة، قالوا السودان في مشكلة. المشكلة جنو؟ قالوا السودان بلد متعدد الأعراق والقبائل والأديان وما ممكن نحله، ما ممكن تتحل إلا بالمواطنة، إنه تكون الحقوق والواجبات على أساس المواطنة لا على أساس الدين. ربنا قال فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما ممكن عرفتها. بعدين السودان وين الديانات المتعددة؟ في واحد في الاعتصام قال في اليهود، قال في اليهودي وقال في الزول الشيوعي اللي ما عنده دين، دي الأقلية والأكثرية في السودان مسلمين ولا كيف؟ والدليل على كده إنه الاعتصام فشل في رمضان، لأنه أكثر الناس حتى في الاعتصام صايمين، صح ولا ما صح؟ والأقلية فاطرين شيوعيين يضرب في الحاجات ديك وماشي في كولومبيا إلى آخر عرفته. فالإسلام يا أخواننا جعل دي ما جعل مشكلة، وإنما هذه آية وعلامة تدل على كمال الله وقدرته واستحقاقه للعباد.
ربنا قال ومن آياته أها اختلاف ألسنتكم أها وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وربنا عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والإسلام حكم البربر وحكم الترك وحكم الصين وحكم الهند وحكم السودان وحكم النوبة وحكم الأقباط وحكم المصريين وحكم البربر وحكم يعني الشعوب دي كلها حكم الإسلام، من الأندلس إسبانيا للهند ومن الصين لغاية المغرب العربي، عرفتها؟ ديل كلهم حكمهم الإسلام. بل كان علماء الإسلام الأفذاذ، كثير منهم ليسوا من العرب، البخاري عربي، مسلم عربي، الترمذي عربي، ابن ماجه عربي، أبو داود عربي، وقس على ذلك. أصحاب الكتب ديل ما فيهم واحد عربي إلا فيما أظن النسائي، فيما أظن، عرفتها؟ فأغلب هؤلاء العلماء ليسوا من العرب. في واحد من المسلمين قال لا يا أخي، أكثر كتاب بيطعنوا فيه العلمانيين كتاب منه البخاري، صح؟ هل في واحد من العلماء قال إحنا ما دارين البخاري لأنه ما عربي؟ ها يا أخي، ما تقعدوا تلعبوا علينا ساكت. فنحن عندنا في الإسلام ما في تمييز. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين، لا فضل لعربي على عجمي ولا أحمر على أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم من تراب. ودي إحنا بنقولها عندنا في الدعوة السلفية. والله السودانيين وكل العالم لو دار ينتهي من المشاكل دي بالرابط بتاع العقيدة، ربنا قال إنما المؤمنون إخوة. أنت مؤمن أي أنتوا إخوان، الأخوة بتاعت الإيمان. يا أخي الصحابي بيقول لي أخو الصحابي، ها الربيع يقول لي لأخيه الصحابي المهاجري يقول له اختر إحدى زوجتي هاتين فأطلقها لك، لعبد الرحمن بن عوف. يقول له داير واحدة من زوجاتي دي اختاري، قال له لا بس وريني محل السوق. شوف الأخوة دي قوية كيف. ربنا قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحرية والتغيير في كلامهم قالوا في أقاليم مهمشة، ونحن دارين نجيب الأقاليم في الحكومة، رجعتوا للجبهجية. نحن ما قلنا كفاءات ما نحل البلد ولا تاني نرجع، نحن دارين كفاءات. لونك شنو، جنسك شنو، همش جنس معين، الجنس المعين داير يجيبوك في الحكومة، أمشي أقرأ أعلم ناس دي كده بتتحلى. لكن لا، جيبوا مننا وإنتوا ما جبتوا منكم، وديل جابوهم وزول نشالوا ولا تشيلوا، ومشاكل ونمرك سلاح ونخش في سلاح، ما بتتحلى. عشان تعرف إنه القانون الوضع ده كله ثغرات باطل ساي. حرية التغيير دي لو فضوا لنا التلفزيون ده وجابوهم لنا واحد ورا الثاني، والله إحنا نغشهم ستة ستة ستة، نربطهم كده ونجدهم بعيد، ما عندهم موضوع، بيغشوا في الناس ساكت، ما عندهم حاجة. وفي النهاية رجعوا الآن إلى عدم الخروج على الحاكم كده. أنا واصل. طيب، قال من الشبهات الصلاجات. طيب يعني ننتهي من الشبهة دي عشان ندي الناس فرصة لي الصلاة إن شاء الله. بعد الصلاة ما هيكون في كلام كثير، هحاول أختصر، وفي كلام صعب جدا شيء دي علماني حيلك. طيب، قال شبهة أخرى، قالوا برضو نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنتم أدرى بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم. قصة تعبير النخل، واحد مرة شيخ مزمل بناقشه في جامعة النيلين زمان، قال له تعبير معناه شنو؟ بقال آفي لما وقع جوا البير، ما فهم أي حاجة. تعبير معناه تلقيح. برضو واحد زنق وأخونا شيخ أبو بكر في معنى كلمة، أجهل البشر النازل، شال الإنجيل، كنا بنناقش النصارى الزمن ذاك، قام قال وقد قال وقد جاء في إنجيل متى. يا متى تضيعت زمننا ذاتك. ناس أجهل البشر، ناس أجهل البشر دارين يقودوا البلد. المهم، فأول حاجة نقول لك الحكم ما موضوع بتاع دنيا، لأنه ربنا قال الحكم عبادة، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالحكم عبادة ببساطة شديدة. عشان كده النووي رحمه الله
بوب على هذا الحديث قال وجوب امتثال ما قال شرعا أي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. ده نمرة واحد. نمرة اثنين موضوع الحديث النخل. صلى الله عليه وسلم شاف ناس بيلقحوا في النخل قال لو تركوه فسمعوا الصحابة ظنوا أن هذا أمر فتركوه قال فخرج شيصا يعني شنو فسد فلما أخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء عن دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. ده في أمر شنو الدنيا والصناعات تحفر كيف تزرع كيف تعمل عربية كيف تعمل ميكروفون كيف تعمل كاميرا كيف تلبس كيف من غير حرام إلى آخر ده ما فيه مشكلة عرفتها. لكن المشكلة في موضوع شنو يا أخواننا موضوع الدين والإسلام. طيب قال الذين دي شبهة برضو قالوا الناس الإسلاميين البدعوا لتحكيم الشريعة دي الناس مختلفين نحكم بإسلام منه حزب التحرير ولا الأخوان المسلمين ولا الجبهجية ولا السلفيين ولا الصوفية ولا منه نحن برضو بنقول لكم نحكم بعلمانية منه شيوعين شاعت المرأة ولا بتاعت أوبجكتيف ولا بتاعت صاحبك الديوس ولا بتاعت القومية العربية. أنا جايك لهم العرب قالوا نحن عرب هو بيكسر في الفاعل عرب بتاع شنو أنت المفروض تجي راكب حمار وتقول هل عندكم من فتة وبعد ذاك نعرب عليكم أنا الدين عرفتها. لكن ده الناس مجرمين دعوا للعنصريات والباطل والضلال وأرادوا أن يفرقوا المجتمعات بذلك وزول المؤسس النصراني بنجيه بعد الصلاة إن شاء الله. طيب ده نمرة واحد. نمرة اثنين لو أنت داير الدين الحق الدين الحق ما كثير النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم شنو ودي شبهة أنا داير الشباب يفهموها تمام أي شاب يسمع الكلام ده ما تتحير تتحير ليه هل الدين خلاك ساكت يا أخو الله ذاته ما عرفنا نمشي مع منه والناس مختلفين ومتفقين خليك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مهديين معناه ماشيين في طريق الهداية عشان ما تأخذ طريق غيرهم وتضل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نقف ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة ما فضل لنا كثير إن شاء الله. جزاكم الله خير بارك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله الكشف عن هذا المنهج الخبيث من كتبه ومن مراجعه نصيحة للمسلمين وديانة لله عز وجل وإقامة للحجة. وهذا الكلام الذي يعني يتعجب منه العقلاء ويضحك منه العقلاء وكلامهم هم ونحن ليس لنا إلا أن نذكر الدليل والبرهان والحجة بالصفحة وبالمقطع إما مرئيا وإما مكتوبا موثقا من كتبهم هم وقد أكلوا بها هذه الكتب وهذه الأفكار من الداخل والخارج. طيب قالوا ما في حد رجم بدأ ينكر في الحدود ده الصادق المهدي وكل العلمانيين كده. طيب نشوف كتاب العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي الصادق المهدي منشورات الأمة عرفتها ودي هنا ترجمة له للصادق المهدي. طيب الصفحة 44 ده المقطع أو الوثيقة رقم 11 قال يتكلم عن إنه في بعض الناس أجازوا حد الرجم وبعض الناس أنكروا حد الرجم. قال هنالك من فقهاء المسلمين من أنكر وجود عقوبة الرجم هذه والحاجة بيتكلم عنها بكل يعني صفاقة وتلبيس ويزعم أن هنالك من الفقهاء أو أن هناك فقهاء أنكروا هذه العقوبة وهذا كذب ما في أحد من الفقهاء أنكر عقوبة الرجم. لكن نشوف الفقهاء بتعنوا منه. قال هؤلاء هم بعض فقهاء الإباضية وبعض فقهاء الشيعة
وبعض فقهاء المعتزلة، وحجة الذين أنكروا وجود عقوبة الرجم هذه إن الرجم عقوبة متناهية لا تثبت إلا بدليل قطعي، والسنة التي وردت في الرجم أحاديث آحاد، وهي أحاديث لم يأخذ بأشهرها فقهاء الحنفية. طيب، أول حاجة كون يقول لي الفقهاء اختلفوا، لو نفترض إنهم من فقهاء الأمة، ربنا قال فإن تنازعتم في شيء، أها خلوا عايم ساكت، فردوه إلى الله والرسول. ثانيا، الإباضية ذيل من الخوارج، هؤلاء لا ينعقد بهم إجماع ولا يخرمون إجماعا، وقالوا هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. ديل النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم عن غيرهم من الخوارج: الخوارج كلاب أهل النار. والشيعة كمان ده موضوع طويل، الشيعة أنكروا القرآن ذات، وقالوا القرآن محرف، وقالوا بلاوي كثيرة، وقالوا الأئمة الاثناشر بيتصرفوا في الكون وبيحاسبوا الناس يوم القيامة وبيعلموا الغيب. هذا رأيك فيه شنو انت؟ فديل أصلا ما من الأمة. وأما المعتزلة ديل ناس مجرمين، قال قائلهم: المعتزلي لو شهد عندي عثمان وعائشة وعلي وطلحة والزبير في بصلة ما قبلت شهادتهم، فنحن لا نقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. عرفتها؟ طيب، بعد ذلك قال، يعني قام جاب إنه قال إن الرجم عقوبة لا تثبت إلا بدليل قطعي، والرجم ثبت بأحاديث الآحاد فلا نأخذ بالرجم. قال الرجم، ركزوا معي أنا هنا يا أخوان، الرجم قال عقوبة لا تثبت إلا بدليل قطعي، والرجم ثبت بحديث الآحاد فلا نأخذ بالرجم. طيب، كلامك إنه الرجم لا يثبت إلا بدليل قطعي، كلامك ده عنده دليل قطعي ولا ما عنده؟ لو عنده دليل قطعي جيبه لنا، ولو قلت ما عنده دليل قطعي ما بناخذ به. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الأخذ بأخبار الآحاد. وطبعا يا أخواننا أخبار الآحاد مش معناها الواحد بس، ممكن يكونوا اثنين ثلاثة ما لم يبلغوا حد التواتر، وفي النهاية هذا كله تقسيم مبتدع. المهم، فأخبار الآحاد هي حجة بالأدلة القطعية. مش هو قال ما بناخذ إلا بالأدلة القطعية؟ طيب الأدلة القطعية قالت لك أخذ بأخبار الآحاد. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. فاسق ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد واحد. بنبأ فتبينوا فإن تبينتم فخذوا به. ربنا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال البخاري قال: ويدخل الواحد في معنى الطائفة، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان لدخل في معنى الآية. قال القرطبي: ودليل ذلك قوله في الآية التي بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين جنو أخويكم. اثنين ديل برضو أحد، رفته ده بالقطع بالقرآن. يجب عليك أن تأخذ بجنو بأخبار الآحاد. وفي الآية في سورة التوبة: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لو ما كانت الحجة تقوم بخبر الواحد لما أمر الله عز وجل هذا الواحد وغيره أن يتفقه حتى تقوم به الحجة، ولما كان في تحذيره حجة. وكذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الواحد إلى الملوك: أسلم لهرق، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. بواحد يثبت على هرق حكم في العقيدة وتمزيق لملكه بخبر رجل واحد، عرفتها؟ وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. دي في العقائد، دي برضو بترد على ناس سيد قطب ومن لف لفهم ونسيب عمك ده.
بترد على نسيبه برضو. طيب الأدلة على قتل المحصن الزاني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها شنو؟ الثيب الزاني، رواه البخاري برقم 6878، ومسلم رقم 1676، والنسائي رقم 416 ورقم 4721، وأبو داود برقم 4352، والترمذي برقم 1402، وابن ماجه برقم 2534، والدارمي برقم 2344 وبرقم 2491، وأحمد برقم 3621 و 4065. ده البرام متواتر ولا ما متواتر؟ ولا تعال جيب لنا تعريف للمتواتر. أديك تاني دليل تاني غير الحديث ده، لأنه برضو الترابي قام جاب شبهة، قال لا لابد يجتمع الثلاثة حتى بعد ذاك انت شنو، حتى بعد ذاك تطبق فيهم الحدود، وده باطل، ده كله من الباطل. برضو قال في الحديث في البخاري قال: ورجم علي امرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري برضو أخرجه برقم 6812، وأحمد برقم 716 839 941 942 978 1185 1190 1210 1311. وأيضا حديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، البخاري برقم 6824، ومسلم 1693، والترمذي 1427، وأبو داود برقم 4421 و4425 و4426 و4427، وأحمد برقم 2129 و2202، وما دار أطول المقام. وأيضا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة لما اعترفت ثم وضعت وأرضعت حتى أكل طفلها الطعام ثم رجمت، رواه مسلم برقم 1696، والترمذي وابن ماجه وابو داود والدارمي وأحمد. وهذه بعض أحاديث الرجم، وإلا هي كثيرة. فهل الرجم متواتر ولا ما متواتر؟ متواتر، فذيل الناس مجرمين. طيب إنكار تحريم الربا، نازل ما خلوا أي حاجة في الدين. الموضوع ده يا أخواننا ده المدنية، ده معنى المدنية الحقيقي، ده معنى المدنية الحقيقي. وإنكار أنصبة الزكاة جدلية الأصل والعصر، أول حاجة تحريم الربا والزكاة صفحة 64 وبعد ذاك 54، ده الصادق المهدي، دي كتبهم. وأنا الكتاب ده يعني قبل سنين عددة مشيت اشتريته من بيت الصادق المهدي ذاته، عنده واحد اسمه أحمد فريبين، خدت إنه عنده كشك مسكين بيته ضيق، ضيق على نفسه فضاقت عليه زي برج الحمام. اداني الكتاب ده من جوا، عرفته الصفحة ما النسخة دي، النسخة دي حقت أخونا الشيخ مزمل، نسخة قديمة. طيب لكن نفس أي حاجة. طيب قال: إنكار تحريم الربا والزكاة جدلية الأصل والعصر، الصفحة 64. قال: الأحكام الإسلامية كالربا والزكاة وغيرها لا يمكن نقلها بأشكالها القديمة. اخواننا معانا صاحين، زول ده بقول في جنو، زول ده ما يمر عليكم المدنية بتاعته دي، المدنية ذات. قال: وده أول زول بالمناسبة ده على المدنية قبل ثورة 2013 ذاته، قبل المشاكل دي كلها، أول زول ده عليها الصادق المهدي، قال داير دولة مدنية، وكانوا الشيوعيين وغيرهم بيسخروا منه مع أنه كله باطل، لكن هو أول زول ده على الدولة المدنية في السودان فيما نعلم. قال: ولا يمكن تطبيقها بصورة تناقض مقاصد الشريعة، فهي بحاجة لاجتهاد جديد يحقق تطبيقها وفق ظروف العصر ومقاصد الشريعة. وصفحة 54 برضو نفس الكلام. قال أو الصفحة كم؟ 45، صفحة 45. قال: إذا استعرضنا الأحكام المحددة المحرمة أو المحرمة كالربا والواجبة، المحرمة كالربا والواجبة كالزكاة،
لوجدنا أن الاختلاف الشامل في ظروف اليوم والأمس يقتضيان اجتهادا جديدا يطبقها على ضوء مقاصد الشريعة لا على أساس الصيغة القديمة. الصيغة القديمة دي حق شنو؟ حق القرآن، لأن تطبيقها على أساس تلك الصيغة يأتي بنتائج عكسية ويهزم مقاصد الشريعة. وربنا قال الذين يأكلون الربا، شوف ربنا من أوجه كثير حرم الربا، قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ده نمرة واحد. ربنا قال ذلك، ده نمرة اثنين، ربنا قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، برضو قال ما داير الصادق المهل، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى خل الربا فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، برضو الصادق المهدي ما شغال بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، برضو قال تراجع. ربنا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن جرير الطبري يعني خذ لأمتك وإعلامك من الله بالحرب، يعني ربنا يقول لك استعد استعد. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يقال لصاحب الربا يوم القيامة خذ سلاحك، ده معنى الآية فأذنوا بحرب من الله. وقال بعض المفسرين فأذنوا بحرب من الله ورسوله أن صاحب الربا إذا لم يتب منه فإنه يجوز حربه للإمام، يغزو عديل غزوة. كيف الزول اللي بيأصل؟ كيف الزول اللي بيأصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 74 بابا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أهونها مثل أن يأتي الرجل أمه علانية. ده مش داير يأتي أمه علانية، ده داير الناس كلهم يأتون أمهاتهم علانية. والزكاة كمان دار لها كلام، الزكاة نجيب آيات في الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، دي الشافع في الروضة بيحفظها، منها شنو؟ وإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر. المهم كلام طويل للأسف الشديد، الناس ذيل ما خلوا شيء من أمور الدين إلا وأنكروه. بعد ذاك برضو قام أنكر أنصبة الزكاة المفروضة في الصفحة رقم 53. شوف الزول ده عجيب، كيف زول معاند عناد عجيب للقرآن وطاعن طعن شديد للإسلام. جاب صفحة 52-53 جاب نسب الزكاة، قال وهنالك حاجة لمراجعة النصاب ونسب الزكاة منه، فحسب النسب القديمة فإن سعر الزكاة كالآتي: الثروة الحيوانية 2.5% في السنة، التجارة وربحها 2.5% إلى آخر. قال هذه النسب يجب أن تراجع على أساس مقاصد الشريعة في إيجاب الزكاة على المستكفي وصرفها على المحتاج. والحدد الأنصبة دي منه؟ حدد النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أذواد صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وفيما سقت السماء العشر وما سقى الإنسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربع العشر. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال دي لا تراجع. المراجعة دي بتقتضي إنه أخواننا أنصبة الزكاة إنه الزول الما حصل المقدار الذي لا يضره، وهذا النصاب زكاة له، لأن ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، دي فوائد الزكاة. لكن لما تجيب لي أنا أمرك زكاة لا فيها تطهير لا فيها زكاة، فإنه الصادق المهدي نشلني بس ما في أي حي، فده أخواننا كفر بالله وتعدي على حدود الله. المهم الكلام في الموضوع ده يطول، في شبهات مهمة برضو. قال يقول لك لو حكمني مسلم ما بدخلني الجنة، ولو حكمني شيوعي ما حيدخلني النار. حكمك مشيت خليت حكم الله ومشيت للشيوعي يحكمك؟ ربنا قال ألم ترى إلى الذين يزعمون، ما بدخلك النار والله تخش يا خشة لما تعرف الله واحد. ربنا عز وجل قال، ولو ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مش داك قال الشيطان لو جمب شيل دين الناس؟ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أهمالهم
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني مسلم ما شيوعي، فهمت الحاصل؟ ديل الشيوعين، شيوعي بيقول لك الشيوعية تلغي الأديان، تلغي الحقائق الأبدية عوضا عن تجديدهما. الشيوعية بتقول لك وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله، عرفتها؟ هنا في الكتاب ده شيوعين قالوا نحن لا نؤمن بالله. دلت أجيب لي واحد يحكمني؟ قال دليلين، قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع إن أننا لا نؤمن بالله، عرفتها؟ قال لقد كان المجتمع القديم قائما على اضطهاد جميع العمال وجميع الفلاحين من جانب الملاكين العقارين والرأسمالين، كان علينا أن نهدم كل ذلك، أن نسقط هؤلاء، ولكن كان ينبغي تحقيق الاتحاد لأجل هذا الغرض، ولم يكن الله هو الذي سيحقق هذا الاتحاد. تدار منهم شنو؟ ناس بيسبوا في الدين وبيطعنوا. أيوة هنا الديني الوثيقة بتاعت منو؟ الوثيقة بتاعت علم الهدى أبو كليب ده في جامعة كردفان، كان بيقرأ تانية طب، وثيقة قديمة جدا بتاعت علم الهدى أبو كليب. الزول ده قال رسالة من الزنادقة، سمى نفسه زنديق، قال إلى الله حينما ينزل إلى السماء في سماء الدنيا، وقال أنا معي بغايا بنسلم على الله وكده واستهتار وكفر بالله. زمن ده كان أخواننا مشوا هبدوم هبدا نجيضا. المهم طيب قال في برضو في مسألة وحكمني مسلم ما يدخلني الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وطيب الزول بيعصي الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في كلام كثير لو بينكر الدولة وشنو ما دارين ننتهي نضيع الزمن. طيب البعثين لأنه ديل برضو قاعدين جوا الاعتصام، ده كتاب اسمه في سبيل البعث لميشيل عفلة، نصراني كافر، شوف كلامه عجيب كيف. طيب صفحة 181، صفحة 181 من كتاب في سبيل البعث لميشيل عفلة نصراني، قال والعرب اليوم، طبعا بيدعو للقومية العربية وإنه الحل بتاع البلد دي كله إنه الناس تبقى عرب. طب طيب جايين هنا السودان ليه؟ سودان، نحن سودان صفة سود، سود تهد بألف ونون تدل على امتلاء الموصوف بالصفة. طيب قال والعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية، عديل كده، قال لأن الدين له مجال آخر وليس هو الرابط للأمة، قال الدين ما بيربط الأمة. شو المجرم ده؟ طيب انت بقوميتك العربية حتربط السودانيين كيف؟ ها؟ ديل ناس وجد صالح ومين ما بعرفه. قال بل هو على العكس قد يفرق بين القوم الواحد وقد يورث وقد يورث حتى ولو لم يكن هناك فروق أساسية بين الأديان، نظرة متعصبة وغير واقعية، ده الدين نظرة متعصبة وغير شنو؟ واقعية. فده كفر بالله تبارك وتعالى، وده صن نصراني ليس بعد الكفر ذنب. بعد ده قام شجع مشركين قريش، والله بشجع الريال بتاع ناس أبي معيط. الصفحة 126 قال ناس أبو جهل والجماعة ديل القاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ديل أبطال، والله كلام يحيرك، ديل قادة الحرية والتغيير،
صفحة 126. عشان كده بيزوق ما بيقدر يجي يواجه. طيب تكلم عن العروبة وكده، قال فملحمة الإسلام لا تنفصل عن مسرحها الطبيعي الذي هو أرض العرب وعن أبطالها والعاملين فيها وهم كل العرب مشركو قريش ضروريون لتحقيق الإسلام ضرورة المؤمنين له، زي ما أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان والصحابة الأجلاء الكرام مهمين في نصرة الدين وإعلاء الإسلام، برضو أبو جهل وعقبة بن أبي معيط برضو ده المهمين في نصرة الدين، وربنا عز وجل قال عنهم القدة عن نصرة الدين، ربنا قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون، يعني الملائكة بتضرب الكفار، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، السبب شنو؟ ذلك بما قدمت أيديكم، لأنهم هم ذاتهم ناس مجرمين. ها؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ربنا قال هم يقسمون رحمة ربك. فالقوميات والباطل ده كله يعني مهدوم في الإسلام ولا وزن له. قالوا نحن ذاته لو شفت المصلين وكده ما بتلقانا معهم. وقبيل ده قال شنو؟ للأسف الشديد بتاع الغنوشي، الغنوشي والبوشي. طيب الصفحة 134 قال قد لا نرى نصلي مع المصلين أو ده الناس وجه صالح مع الصائمين، ولكننا نؤمن بالله لأننا في حاجة ملحة وفقر إليه عصيب، فعبئنا ثقيل وطريقنا وعر. طيب طريقك تقيل ما تصلي، ربنا قال وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وربنا قال واستعينوا، طريقك وعر وطويل، أي ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. نمشي لآخر واحدة عند البعثيين ديل، ودي ما آخر واحدة بس عشان نختصر، صفحة 172 قالوا فالدولة الدينية كانت تجربة في القرون الوسطى وتجربة انتهت بالفشل، زي ما قال الصادق المهدي، قال دولة الرسول فاشلة، عرفتها؟ وكان جبناه في كم ركن، قال والجريدة موجودة، قال وكلفت البشرية كثيرا من الجهد ومن الدماء ومن المشاكل، عرفتها؟ فدين ناس مجرمين وناس بيطعنوا حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت المسلم العادي مفروض يكون عنده غيرة، ما تمشي وراء الناس هاي تكون تبع لكل ناعر. في مقطع أنا غايته ما أعرف أشغله ولا أخلي لكم بعدين، شيخ أبو بكر بعد ينتهي يشغله، لكن في كتاب مهم جدا، كتاب ده أنا خايف ناس بعد شوية يفوتوا ذاته ما يصلوا معانا العيشة، ده لطائفة الأنصار، كتاب ده ما قاعد يمرق ليه 10 سنة أو أكثر كان مدسي، عرفتها؟ اسمه من هو الذي في الأرض، المؤلف بتاعه دود عم الصادق المهدي، وجايب صورة الصادق المهدي زي ما هتشوف في نمرة واحد صفحة رقم 4 أو 4 ورقات قبل نهاية الكتاب، جايب صورة للصادق المهدي، وأخوه كان في الحكومة الفاتت برضه كان وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم اسمه الصديق الصادق المهدي أو حاجة زي. نمرة 2 الصورة الثانية فيها شعار الأنصار، أنصار الله والله غالب والدنيا ناس دار مقالب، هو يا زول خليك أنصاري كارب، كان مسالم كان محارب تبقى أنصاري كارب بتتورط. طيب الصورة رقم 3 قال لك الزي الصحيح لنساء المهدية، ما هو الصادق المهدي في الكتاب ده أيها الجيل قام نبذ السلفيين ومدح المهدية. طيب هل أنت التزمت بالمهدية الباطلة؟ هي باطلة، لكن هل أنت التزمت بها؟ شوف قال لك نسوان المهدية، أنا لسه ماشي لك لأمور خطرة جدا، موضوع خطير، قال لك ده النساء المهدية الصفحة 99 مفروض يلبسوا كده، والصادق المهدي بيعمل كيف؟ بيعمل في شنو؟ بيأيد في اتفاقية سيداو، بيأيد في اتفاقية سيداو، بينبذ الحجاب الشرعي ربنا سبحانه وتعالى نزله من السماء، عرفته؟ عشان تعرفوا زول متناقض وإنسان مجرم إجرام عجيب. الصفحة رقم 69 في الكتاب شوف صورة لمنه، صفحة 69 قال لك أمير المؤمنين علي وحضرة فاطمة والإمام الحسن والإمام الحسين
وطبعا الزول ده عنصري، هو بيقول انه الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم ما من العرب. عرفت؟ قام الف الكتاب ده، قام جاب ناس اظنهم سودانيين ولا كانوا في خيمه في سفر، المهم قال ده علي بن ابي طالب واولاده. لسه حتتعجب اكثر، وده طبعا استهزاء يا اخوان. اكثر من كده الصفحه 49 جايب صوره لخديجه رضي الله عنها وصوره صغيره لفاطمه، وقال دي الملك جابها لفاطمه سوداء، وجايب صوره للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما ظهر. صفحه 49 لسه انا جايك حتتعجب تعجب عجيب مره واحد. صفحه 49 مش صفحه 49 قال ده الملك، جايب لهم واحد اظنه زمان كان بيشيل بخور، قالوا ده ملك. اي ليه أسيدا شايل شنو ده؟ عرفته؟ الصفحة 43 قالوا صورة لفاطمة رضي الله عنها. عرفته؟ جايب لي واحدة من فرقة البالينبو ولا شنو؟ قال دي فاطمة رضي الله عنها. طيب صورة ثانية صفحة 38 قال للنبي صلى الله عليه وسلم محمد وأصحابه. عشان تعرفوا البلد دي فيها إجرام ثقيل، ليه نحن بترولنا ما داري مرق وذهبنا ما فيه بركة ومطرنا ما جلاسي والناس عايشة في ضنك؟ سبب الأحزاب دي، سبب العلمانين ديل. إذا ما الناس كفرت بهذه الأحزاب وهؤلاء الدعاة للباطل، والله حالنا ما يصلح. ده الحال كده. طيب صفحة كم قلنا؟ 38. لسه أنا جايك لمصيبة، مصيبة عجيبة مرة واحد. عرفتها؟ شفت الصورة دي؟ قال دي صورة للنبي صلى الله عليه وسلم ولي الصحابة. أعجب من كده الصفحة 68، أنت مش تعجبتها؟ لسه تاني في صورة. تتوقع زول دار يجيب صورة لمنو؟ لآدم عليه السلام وحواء. يا زول دي فرقة التراث السودانية. شوف الكلام ده كيف. قال دي صورة لآدم وحواء. شوف الكلام ده كيف. بعد ذا قام الصفحة رقم 109 قال ده زواج علي وفاطمة رضي الله عنهما. أعوذ بالله. عرفتها؟ أها رأيكم شنو يا ناس؟ دي الأحزاب المجرمة الموجودة. آخر حاجة للأسف الشديد جايبين صورة، قالوا دي صورة النبي صلى الله عليه وسلم. الصفحة 108 هذه لها الصورة. دي الأحزاب، دي الأحزاب. فديل يا أخواننا دي العلمانية، تطعن في الدين وتضرب في الدين وتنخر في الإسلام وتضرب في الإسلام. لكن ربنا سبحانه وتعالى أبشركم ما تيأسوا يا ناس. ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا منه المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وربنا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وربنا سبحانه وتعالى العظيم الكريم قال لموسى لما قال له قومه قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. في برضو كلام للبوشي، برضو كلام شين وفيه سبدين وكلام مقزع. لكن بعد ذاك أنا أخلي شيخ أبو بكر ونديه المجال بعد ذاك إذا رأى هو يعني أن ينشر بعد أن يخلي مكانه ينشر إن شاء الله. يتقدم الشيخ أبو بكر، مجزيا مشكور.